جزاكم الله خيرا. هل من ترك العقيقة من الآباء شيخ صالح لم يعق عن أبنائه لظرف من الظروف، هل يعتبر آثما؟ إن كان لا يستطيع ذلك فلا حرج عليه، نعم. وإن كان يستطيع ذلك فإنه يكون تاركا لسنة لم يكن تاركا لواجب، لا طيب، يأثم على ذلك، الحمد لله، ولكن يكون تاركا لسنة. اللهم نعم. صل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.